حياكم الله في جولة صباحية معانا اليوم من السوق المركزي. الأسعار يعني في متناول الجميع وتعتبر رخيصة، يعني لأن الأيام موسم فكل شيء متوفر بكثرة تنزل الأسعار. والله الحمد لله من فضل الله وفضل حكومتنا الرشيدة، الحمد لله كل شيء متوفر وكل شيء على نفس الأسعار. اللحم بصيص على 6 دينار يوصل، ما في شيء يعني رخيص. والمشكلة اللي أسد من هذه عندنا الأجانب هذول عافسين السوق فوق حذر، ما نقدر إحنا نتحرك نشتغل، ما في أحد، السوق كلش ميتة، وش نسوي؟ هذه في 2 يوم قبل أربع حبة 5 دينار، اليوم هذا 5 روبية يبيعونه، واجد غالي صار فوق. باباي كله كيلو دينار دينار، صندرة هذا كرتون يجي 10 كيلو 3 دينار، باقي كله صفة تفاح دينارين دينارين كله. لا بالعكس، أسعار كلها طيبة، أسعار طيبة ومناسبة بكل المنتجات، فما شاء الله يعني وكل شيء متوفر، كل الخضار كل الفواكه وبكميات وأسعار مناسبة ما شاء الله. أنا مزروعاتنا في الشتاء خب معروفة، يعني الطماط، بس الطماط السنة يعني المطر الجو شوف جايبين أخضر كلها كلش النا. هذا الغرنابيط لوز البحريني، هاي البروكلي، هاي بعد زرعة هالأيام موسمي، متواجد بحريني بكثره.